خبر لازم نقوله بنعزي انفسنا وبنعزي اسره الكره الطايره في النادي الاهلي في وفاه كابتن نبيه صلاح. فعلا حد يعني هو مدير اكاديميه النادي الاهلي وكان لاعب في النادي الاهلي وكابتن في النادي الاهلي. فعلا بنعزي انفسنا، حد كان فعلا قريب جدا لشخصي تماما وقريب جدا لكل اسره النادي الاهلي في الكره الطايره. فعلا بنعزي انفسنا، امبارح توفاه الله وعزاه النهارده. فلكل اسره الكره الطايره بنتمنى لهم الصبر والسلوان، ولكل اسره الكابتن نبيه صلاح رحمه الله عليه.